بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نكمل مع أبطال الميقات الصف الخامس ألف مادة الحاسوب، وصلنا عند صفحة 23 اللي هي مجموعة خلفية الصفحة. مجموعة خلفية الصفحة، بدي أسأل سؤال يا شباب، إحنا شغلنا أي برنامج؟ استاذ بشير احكي انا استاذ عادي احكي شباب استاذ انا وياك أنا متجاوب استاذ مايكروسوفت اوفيس وورد 2007 مايكروسوفت اوفيس وورد 2007. قذافي، ما هي خطوات تشغيل البرنامج؟ ستارت اول بروجرام مايكروسوفت اوفيس مايكروسوفت اوفيس وورد 2007 ممتاز، ستارت اول بروجرام مايكروسوفت اوفيس وورد 2007 مايكروسوفت او اوفيس 2010 وورد 2007 2010 2013. خلينا نجرب نشغل وورد 2013. تمام، تفرجوا على الشاشة الرئيسية اللي راح تفتح هسه عندنا شباب. افتح كتابك صفحة 23 مجموعة خلفية الصفحة، البيج باك جراوند، البيج باك نعم جراوند. تمام تمام نعم تفرجوا على الشاشة الرئيسية، البيج باك جراوند. تمام، نعم البيج باك جراوند تابع على أي قائمة شباب؟ خلفية الصفحة تابع على أي قائمة؟ هذا بنشوف الانسرت، الانسرت بس دقيقة خليه يدفعها. البيج باك جراوند موجودة هنا، البيج باك جراوند إذا تابع على قائمة البيج لاي أوت. البيج لاي أوت وين بيج باك جراوند اللي هو خلفية الصفحة؟ الديزاين قائمة، هاي قائمة الديزاين ما فيها بيج باك جراوند خلفية الصفحة. الهوم، البيج باك جراوند، البيج باك جراوند اللي هي مجموعة خلفية الصفحة، بدنا نشوف قائمة الانسرت. شباب خامس هاي استاذ معي استاذ معاك نعم استاذ بس اي صفحة؟ صفحة 23 23 صفحة 23 هاي البيج لاي اوت. تمام، اللي هي موجود فيها البيج سيت اب، شايفينها؟ هي قائمة البيج سيت اب، هاي البيج سيت اب. تمام تمام اذا لازم تمام تكون فيها البيج باك جراوند اللي هي بتحتوي على عدة اجزاء، هسه راح يبين معنا انها وين موجودة. تمام، افتح كتابك صفحة 23 يا سادس يا خامس عفوا، والمعلومات الموجودة في مجموعة خلفية الصفحة. أول أداة، تفضل يا محمد. أداة علامة مائية ووتر مارك، تستخدم هذه الأداة لإدراج نص مظلل خلف محتوى الصفحة. ممتاز، أداة الووتر مارك وهي أداة العلامة المائية. تمام تمام أداة العلامة المائية أستاذ علاقة استنى انا تستخدم لادراج نص مظلل خلف محتوى الصفحه، خلف محتوى الصفحه يعني بكون مثلا مكتوب الاسم مثلا اكاديميه الميقات الاسلاميه بالميل، هان هيك شايفينها؟ هاي الووتر مارك. نعم الووتر مارك اللي هي العلامه المائيه. خلينا نغير شوي بس شباب، ووتر مارك، دوروا معي على الووتر مارك شباب إذا سمحتم. أوكي أستاذ. وين الووتر مارك؟ وين الووتر مارك؟ نطبق معك إذا كان عندنا جهاز، أنا عندي جهاز أطبق معك. ركزوا معي بس. خلينا نرجع للفايل، بدناش الفايل إحنا. هوم. اللي هو الووتر مارك، ووتر مارك. استاذ ما في هون هاي استاذ ما في
هاي الفونت، هاي الباراجراف اللي اخذناهم، هاي ستايلز، هاي الايديتنج التعديل، الانسرت ادراج، الكفر بيج، بلانك بيج، بيج بريك، هاي الشيبس الاشكال، سمارت ارت، بوك مارك، تيك توك. طب كمان هون ما في، ما في هانا مش موجودة؟ طيب لا. هي استاذ ووتر مارك على اليمين استاذ، هي هي هي. اذا البيج باك جراوند، طب بدي اسال سؤال، تابع على اي قائمة؟ ايش استاذ؟ بيج جراوند. بيج باك جراوند تابع على قائمة الديزاين، تابع على قائمة الديزاين، وبتحتوي على عدة أجزاء. خلينا نشوف الووتر مارك، نضغط عليها. إذا هذه تستخدم لإدراج نص مجموعة خلفية الصفحة، بالضبط لإدراج نص مظلل. يعني شوفها مثلا، هاي شايفين الكتابة، شايفينها، أكبرها، شايفين الكتابة كيف صارت الكتابة. آه هاي هي الووتر مارك. الأداة الثانية، تفضل يا غيث. اثنين، أداة لون الصفحة بيج كولر، تستخدم هذه الأداة لتلوين خلفية الصفحة. تستخدم هذه الأداة لتلوين خلفية الصفحة. لتلوين خلفية الصفحة. استنى شوي نشوف وين راحت. استاذ أنا، استاذ أنا بدي أسأل سؤال. أنا استاذ أنا. هيها خلفية لون الصفحة البيج كلر، شايفين البيج كلر هي ها؟ هاي تستخدم لتلوين خلفية الصفحة. نلون خلفية الصفحة مثلا باللون الأحمر، شايفينه هيك؟ لتلوين خلفية الصفحة. طيب الأداة الثالثة، مين بده يجاوب معنا؟ أنا ريان. أنا عبد الله أستاذ. أنا ريان. أنا ريان. ريان إذا بدك تشارك هيك. أعمل ميوت للكل، واللي بده يشارك بيرفع إيده. تفضل يا عبد الله سعيد. أداة حدود الصفحة بيج بوردرز، تستخدم هذه الأداة لوضع إطار للصفحة. البيج بوردر إذا تستخدم لوضع إطار للصفحة. نجرب نضغط عليها، هاي ظهرت لنا نافذة بتحتوي على الإطار. هنا بدون إطار، نون، هنا زي بوكس. لو ضغطنا على البوكس وضغطنا على أوكي، شايف كيف صار فيه زي كأنها داخل بوكس أو داخل مربع، شايفين الخط هذا؟ شايفينه يا خامس؟ تمام يا خامس؟ هذا هو البيج بوردر اللي هو حدود الصفحة، حدود الصفحة. طيب خلينا نتعرف على قائمة إدراج إنسرت، قائمة إدراج إنسرت. تمام؟ قائمة إدراج إنسرت تحتوي على عدة مجموعات، مجموعة البيجز، التابل، الإلستريشن، الأبس، الميديا، اللينكس، الكومنت، الهيدر أند فوتر، التكست، السيمبول. تمام؟ اتفضل يا ريموني. ريموني ريموني أول أول مجموعة موجودة صفحة 24، وهي مجموعة صفحة 24. مجموعة الصفحات، مجموعة صفحات. اتفضل يا غيث الثانية. ألو أستاذ غيث. ألو. الثاني هاي، هاي مجموعة جداول تيبلز، مجموعة جداول تيبل. مجد الثالثة، الثالثة يا مجد. أبو سنينة، يلا أبو سنينة جاوب. مجموعة طيب بس مجموعة رسوم توضيحية، مجموعة رسومات توضيحية، ممتاز. يلا ريان. أنا مرات استاذ طوت عشان كنت ارتباطات. خلي ريان يجاوب. مجموعة الارتباطات، هاي مجموعة الارتباطات لينكس. اللي بعدها اللي هي هاي، يلا فارس.
أستاذ. مجموعة إيه؟ مجموعة الرأس والتذييل. مجموعة رأس والتذييل. وهاي بده يقرأ لنا إياها محمد القذافي. مجموعة نص تكست. ممتاز. وآخر واحدة أنا بدي أقرأها، مجموعة رموز سيمبولز. مجموعة رموز سيمبولز. افتح لي كتابك صفحة 25. خلينا نتعرف على مجموعة رسومات توضيحية. هاي هي، هايها شايفينها؟ هاي أحط لك عليها بالقلم. هايها مجموعة رسومات توضيحية illustration. هاي شايفينها؟ شايفينها شباب؟ هاي مجموعة رسومات توضيحية بتحتوي على عدة أزرار، بدنا نتعرف على كل زر ووظيفته. أوكي؟ أول أداة رح نتعرف عليها وهي أداة بيكتشر. هيا شايفينها بيكتشر؟ هيا عليها المؤشر يا خامس. أداة بيكتشر شو وظيفة أداة بيكتشر يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن، هاي الأداة شو وظيفتها؟ صفحة 25. تستخدم لإدراج صورة إلى الملف من مكتبة الصور أو من وسائط التخزين. خليني أضغط عليها أجرب. هاي نضغط عليها بيكتشر. هسا راح تظهر لنا، لازم تظهر لنا نافذة عشان نحدد الصورة اللي بدنا إياها. مثلا هاي الصورة، خلينا نحط على الاس بي سي. هنا شوف الصورة اللي عندنا، هاي ديسكتوب. نشوف الصور اللي عندنا. ها هاي صورة مضلع خماسي شايفينها، أو هاي صورة أكاديمية الميقات الإسلامية. هاي الصورة، نضغط عليها بزر الفار الأيسر مرة واحدة ونضغط على insert إدراج. هاي ظهرت لنا الصورة، صح يا خامس معي؟ صح يا أستاذ. صح يا أستاذ. طيب بدنا نتعرف، يعني دغري بروح لنا على زر فورمات. شايفوا هذا زر فورمات؟ هذا بتعلق في الصورة. شايفين الصورة كيف بتصير؟ خلينا هيك. طيب بعدين بدنا نرجع على انسر ادراج، على الستريشن. هاي الزر الثاني وهو اسمه كليب ارت. كليب ارت هو قصاصة فنية. قصاصة فنية كليب ارت. كليب ارت قصاصة فنية، يستخدم لإدراج قصاصة فنية لتوضيح مفهوم معين. هيا الكليب ارت شايفينها؟ هنا زر كليب ارت لإدراج قصاصة فنية. اما الزر الثالث سمارت ارت، هيو شايفينه؟ ارت يستخدم لإدراج مجموعة من الأشكال الجاهزة. مثلا أنا بدي أدرج الشكل هذا، شايفين هي هذا الشكل مبين معنا. هاي نضغط على أوكي. شايفينه؟ هذا هو سمارت آرت. طيب بدنا ندرج أشكال شيبس، بنحط المؤشر. مثلا بدي أحط المؤشر هنا، هاي المؤشر هون، تمام؟ هاي شايفين المؤشر؟ هاي المؤشر، بروح على insert إدراج وبدرج shape، بضغط على shapes أشكال، بيظهر لي عدة أشكال جاهزة. بدي أدرج smart art. شايفينه؟ بدرج smile face هذا، هي هون، وبتحول شكل المؤشر إلى إشارة زائد، وبقوم بسحب باستخدام خاصية سحب والإفلات، تمام؟ هاي صار عندنا الشكل شيبس. نحط شارت، بنرجع على انسرت ادراج، مخطط. هاي مخطط شارت، نضغط عليها بزر الفار الايسر، صح يا خامس؟ اي استاذ. بعد ما ضغطنا عليها طلعنا جداول. هاي الجدول شايفينه؟ مربوط مع الاكسل المخطط دائما مربوط مع الاكسل، تمام؟ هاي شايفين المخطط؟ هذا هو المخطط. خلينا نطلع فوق، هذا هو المخطط، تمام؟ مربوط مع الوورد، مربوط مع الاكسل عفوا، تمام؟ تمام. هاي اغلقنا البرنامج، نعاود نشغله مره ثانيه. شايفينه يا خامس معي انتم؟
أستاذ معك. ممتازين. أستاذ بدي أقول لك شغلة بخصوصة فنية، بتقدر تحط أستاذ على النت أو لا يا أستاذ؟ يعني بتقدر تشوف صور من تقدر النت تنزل صورة أو رسمة من خلال شبكة الإنترنت؟ نعم. هي هسه بوريك إياها يا علي، يا قذافي عفوا. سؤالك في مكان، ممتاز سؤالك يا قذافي. هي بروح على الدراج. صوتك بيقطع. هيها. أونلاين بيكتشر. صوتك بيقطع. صوتك بيقطع. هيك. كأنه آلي. تمام. طيب. هي بضغط على أونلاين بيكتشر اللي هو صورة من شبكة الإنترنت، بنزلها من خلال شبكة الإنترنت يا خامس. في سؤال لحد هون؟ أستاذ أستاذ. اسأل. اسأل يا خامس. حاطط المؤشر عليه. شو ما هذه؟ هاي تدرج صورة من شبكة الإنترنت. هاي بتخليك تقدر تدرج صورة من شبكة الإنترنت. تمام يا خامس؟ تمام يا خامس؟ طيب خلينا ندرج الشكل على الشاشة الرئيسية هنا. هاي المؤشر هون. احنا كله اخذناه بالصف الرابع. بعرف بعرف. ندرج صورة وندرج الشكل، بنروح على شيء. صوتك بيقطع كثير. كثير كثير كمان. خامسك شو معك والله اسمح لي وخليني اشوف النت. بيقطع استنى. صوتك بيقطع. لا الصوت بيقطع. لا ما بيقطع. استنى صوتك بيقطع. يا ريان صوتك بيقطع. عندي مهم ان انت تسمعه. صوتك بيقطع. بقول لك الصوت بيقطع. انت سامع انا يعني هيك الصوت كويس الخامس. تمام. مثلا بدي شكل شايفينه. هاي مثلا بدي ادرج هذا الشكل. هيك كويس. استاذ هيك كويس. هاي بتقدر الشكل تحول شكل المؤشر الى اشارة زائد. نقوم باستخدام خاصية السحب والافلات. ضلني اسحب لحد المساحة اللي بدي اياها وبترك. شايفين الشكل؟ استاذ. تمام. ومن ثم تظهر لنا قائمة جديدة اسمها فورمات. قائمة جديدة اسمها فورمات. هاي فورمات تتحكم باللون وتتحكم بالشكل الموجود عندنا. مثلا بدي لونه اسود، او بدي لونه مثلا في عندنا عدة الوان، مثلا نختار اللون اللي بدنا اياه. تقدر استاذ تخلي له زي ظل يا استاذ. بالضبط. نعم نعم راح نتعرف عليها. تمام. حيث يتم اختيار الشكل من قائمة اشكال بالنقل عليه بالزر الفأرة الايسر، ولاحظ تغير شكل المؤشر الى اشارة الزائد، ومن ثم يتم إدراج الشكل بالنقر بالزر الأيسر للفأرة في المكان الذي نرغب رسم فيه مباشرة، أو رسمه بخاصية السحب والإفلات زي ما وريتكم هسه قبل شوي خاصية السحب والإفلات. وبعد رسم الشكل تظهر قائمة تنسيق فورمات، هاي اللي هي شايفينها في شريط القوائم، ويمكننا حذف الصورة. كيف نقدر نحذف الصورة يا شباب؟ بنحددها هيك وبنضغط على زر ديليت. ديليت. شايفين كيف راحت؟ ارجع عليها. هاي شيبس استاذ، يعني هاي الشكل اللي بدي اياه مثلا. ديليت. اول شكل بيكون في الكمبيوتر ولا هون؟ نقوم بالسحب والافلات. هاي الشكل بقدر احذفه من خلال زر ديليت. تمام يا خامس. تمام 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 استاذ. التعامل مع الاشكال، لاحظ أن ظهور شريط أدوات تنسيق فورمات في شريط القوائم، والذي يندرج تحت أدوات الرسم Drawing Tools. Drawing Tools. تمام. Drawing Tools هاي بتكون خاصة في الشكل. لما نضغط لما ننزل الشكل بروح لنا على شريط القوائم على قائمة فورمات. بدنا نتعرف على كيفية التعامل، كيفية التعامل مع إدراج الأشكال أو التعامل مع الأشكال. مجموعة إدراج أشكال صفحة 27 تحت. تستخدم أدوات هذه المجموعة. هاي Insert Shapes. هاي Insert Shapes أول واحدة شايفينها. شايفينها هاي لإدراج أشكال. هاي شكل مؤشر إلى إشارة زائد. هاي أنا إدراج شكل ثاني. تمام. ممتازين. طيب هسا بدنا نشوف زي ما حكينا القذافي، في عنا
أنماط من الأشكال. في عندنا مثلاً هذا هاي الأنماط، هاي هذا اللون أو هاي الأنماط، نختار النمط اللي إحنا بدنا إياه مثلاً. تمام؟ أستاذ أنا بحكي عن هاي هسه طلعت شاب إفكت. آه استنى شوي علي، استنى شوي خذك عفواً، استنى شوي بدنا نمشي نقطة نقطة. عبينا الشكل من خلال اللون، تمام؟ أداة المخطط التفصيلي اللي هي شيب أوتلاين، شيب أوتلاين، شايفينها؟ هاي هي الشيب أوتلاين. هذا الأداة. شاشة. منضغط عليها. هاي الشيب أوتلاين. شايفين كيف بتغير شكله؟ شايفين؟ مثلا نختار اللون، اللون الأحمر هذا. لا بدناش لون أحمر، بدنا اللون الأخضر. هذا هو الإطار، الشيب أوتلاين اللي هي أداة المخطط التفصيلي للشكل. تمام تمام يا أستاذ. ممتازين. تمام. الشين شيب. تمام أستاذ. الشين شيب استخدم تغيير الشكل المدرج سابقا مباشرة. طيب نشوف الظل، الشادو افكت اللي حكيت لنا عنه يا قذافي، اللي هو الشادو افكت. شادو افكت هاي شيب افكت، هاي الشادو، هاي الشادو، هاي الظل. مثلا نختار له هذا الظل، او مثلا هي هذا الظل. في عنا عدة ظلال مختلفة. ها شايفين الظل هذا؟ دائما لما انا اعمل اشكال بحطها. اه شايف الظل تبعه مبين كيف؟ من خلال الشيب افكت. اه نوع على الشيب افكت، وبنختار الشادو، الشادو اللي بدنا اياه. مثل هاي هاي تفرج على الشكل، شايفينه؟ هذا هو. أوه. هذا هو يا خامس، هذا هو يا خامس. تمام. طيب استاذ. طيب بدنا تمام استاذ، على مجموعه تاثيرات ثلاثيه الابعاد. ثلاثيه الابعاد، في ممكن ثلاث الابعاد، ممكن. خلينا نتفرج. هيو 3D شايفينه؟ 3D روتيشن. اه استاذ، اه استاذ، شايفين الشكل؟ اه شايفين استاذ، شايفين. هذا شايف كيف صار زي كانه ثلاث الابعاد. بس لو اننا نحذف الصوره هاي كلها ونيجي على الشكل هذا، تمام، نروع على الشيب افكت، نشوف بعطينا ثلاث الابعاد ولا لا. لا ما راح يعطينا. اذا خلينا نحذف الصوره هذه كمان وندرج لنا شكل. يعني في اشياء معينه بتعطينا هذا ال 3D. اه طبعا مش كل الاشكال بتزبط عليها 3D. ها مثلا هذا السهم، شايفينه؟ من نوع الشيب افكت. اه هاي 3D. اه ما اعطانا 3D. طب خلينا نشوف الشادو اول شيء. هاي الشادو، هاي الظل تبعه. اه تمام شايفين؟ اه اعطانا. اه استاذ شايفين، زي كانه زي كانه 3D، هيك زي كانه مائل لجوا صح؟ اه طيب خلينا نحذفه، نضيف مربع، نشوف انسرت ادراج شيبس، نضيف مربع مثلا، نشوف المربع وين المربع. هاي المربع هيو، هيو فينو. طيب شادو افكت. اه استاذ الشادو الظل مثلا ظل هيك. اه استاذ هاي الظل، هاي الشيب افكت، هاي 3 دي روتيشن. خلينا اوريكم هيك، هيك زي كأنه مائل شوي، هيك تفرج هيك زي كأنه مائل. اه هذا حلو استاذ. هاي استاذ هاي حلوة. تمام يا شباب. اه تمام يا استاذ. شايفين انت عندك صار عليك استاذ، استاذ عملنا اسطواني. اسطواني؟ مين اللي طلب اسطواني؟ اه عبد الله. عبد الله ماشي. عبد الله ابدا امر. هاي شيبس اسطواني، دور لي على اسطواني. طيب انا بعرف شو الاشكال كثير. اه
هاي اسطوانة. هاي استاذ هذا. هذا قصدك؟ هذا الاسطوانة. طيب هاي الشيب افكت شادو ظل. الظل مثلا نحط له الظل هذا، اوكي؟ طيب هاي 3 دي. تعمل له. طيب كيف اسطوانة زي كأنه لافف؟ تمام؟ اه يا استاذ ضبط عليه. طيب هيك بنكون وصلنا لصفحة قديش؟ لصفحة 30 يا خامس. اه يا استاذ. اه استاذ. والحصة القادمة إن شاء الله يوم الحصة القادمة يوم الاثنين الجاي، تمام؟ الحصة الثانية يوم الاثنين الحصة الثانية، أوكي؟ اوكي استاذ تمام. اوكي يا استاذ. الامتحان متى؟ الامتحان بعثنا لكم الجدول، امشوا على الجدول. مادة الامتحان راح تكون لصفحة من صفحة 16 الى صفحة 27. اوكي استاذ. من صفحة 16 لصفحة 27. احنا كنا ماخذينه بالرابع. طيب مش مشكلة، اوكي. ويعطيكم العافية، واللي عنده سؤال ببعث لي بيسألني. الله يعافيك استاذ. يعطيك العافيه استاذ.